هنروح لطلائع الجيش. طلائع الجيش بقيادة المدير الفني المتميز عبد الحميد بسيون الحقيقة، اللي طلب بالحصول على خدمات رؤى. محمد أشرف رؤى لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات في الصيف اللي جاي، بتنتهي إعارة رؤى مع نادي طلائع الجيش في نهاية الموسم الحالي، وبيسعى أنه نادي طلائع الجيش الحصول على خدمات محمد أشرف رؤى بشكل نهائي من نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري، وده بناء على طلب عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق العسكري.